دالة اف او معادلة اف هي من الدوال الشرطية. يعني ايه من الدوال الشرطية؟ القاعدة بتاعتها بتكون ان انت بتحط شرط وبتستنى نتيجة اذا تحقق الشرط ده. يعني لو ادينا مثال على الجدول اللي قدامنا، وافترضنا ان مثلا هنقول ان اللي بيغيب اقل من 10 ايام هو ملتزم، ولو غاب اكتر من 10 ايام هو غير ملتزم. فانت هنا الشرط بتاعك اللي انت حطيته في اف، كلمة اف معناها لو، فاحنا هنقول اف اللي هو لو الموظف او عدد الايام الغياب اقل من 10 ايام، ده الشرط بتاعنا النتيجة ايه؟ يكون ملتزم. غير كده هيبقى غير ملتزم. ازاي هنطبق ده على الاكسل؟ اي معادلة زي ما اتعلمنا بتبدأ ب يساوي، ونكتب اف اي اف، تمام، يا اما ندوس تاب من الكيبورد يا اما ندوس دبل كليك على اسم المعادلة. اي معادلة احنا هناخدها مع بعض خلال الكورس هتلاقي في بار كده بيطلع تحتها بيقول لك البنود او العناصر بتاعة المعادلة، يا اما بتظهر لك هنا يا اما انت ممكن تجيبها. شايفين اف اكس دي؟ بتدوس عليها بيظهر لك البوكس ده برضو فيه نفس البنود اللي كانت ظاهرة قدامنا. ايه المكونات بتاعة قاعدة اف؟ اول حاجة او معادلة اف اللوجيكال تيست. ايه اللوجيكال تيست؟ ده الشرط اللي انت المفروض هتحطه. احنا الشرط بتاعنا كان ايه؟ ان لو عدد ايام الغياب ده بتعلم على الخلية اللي فيها المكان اللي انت هتعمل عنه الشرط، يعني هنا اللي هو C2، لو المكان ده او الرقم ده اقل من او يساوي 10، ده اول حاجة الشرط بتاعنا. تاني مستطيل هتلاقوا كلمة value if true. يعني ايه value if true؟ يعني لو الشرط ده اتحقق اكتب هنا ايه، او اطلع لك النتيجة اللي انت عايزها ايه، هتكتب اللي هي ايه، ملتزم، تمام. تالت مستطيل مكتوب فيه value if false. يعني طب لو الشرط ده ما اتحققش، لو النتيجة فولس، يعني هو الرقم اللي موجود هنا هو مش أقل من 10 ولا يساوي 10، هيبقى نكتب إيه؟ غير ملتزم. يبقى هي قاعدة إف كل اللي إحنا بنعمله، أول مستطيل فيها بنكتب الشرط بتاعنا، بنعلم على الخلية اللي إحنا هناخد منها الشرط وهي هنا C2، تمام؟ تاني حاجة value if true بيقول لك لو الشرط ده اتحقق عايزني اكتب ايه؟ قول له اكتب ملتزم. طب لو الشرط ده ما اتحققش، يعني الرقم اللي كان موجود اكبر من العشرة، يبقى نكتب value if false اللي هو هنحط له غير ملتزم، وتروح دايس اوكي. هتلاقي هنا قال لك غير ملتزم عشان محمد غاب اكتر من 11 يوم، لو نزلناه عن 10 ايام هتلاقيه كتب لك ايه؟ ملتزم. كل اللي احنا عملناه حطينا الاول اللوجيكال تيست اهو اللي هو C2 اقل من او يساوي 10، الفاليو اف ترو لو الخليه، لو المعادله او الشرط اللي انت حاطه صح اكتب لي ملتزم، فاليو اف فولس لو الشرط اللي انت حاطه ما اتحققش اكتب لي غير ملتزم، تمام. طيب انا عايز بقى اسحب المعادله دي او عايز اخلي المعادله دي تتطبق على كل الجدول. طبعا مش هقعد اعمل المعادله في كل خليه، كل اللي انا بعمله باجي من الحته اللي هي الكورنر ده لغايه لما البلاس تبقى سودة كده وادوس دبل كليك، هتلاقيها سمعت في كل الجدول بتاعنا. وبرضه نيجي نطبق هنا، 8 اهو ملتزم، 14 غير ملتزم، وهكذا. ده بالنسبه للشكل البسيط او معادله اف البسيطه. معادله اف او داله اف المركبه هي داله اف البسيطه، لكن الشروط اللي فيها اكتر. يعني احنا هنا في الشيت الاولاني لما جينا شرحنا اف البسيطة حطينا الشرط اللي هو ان كان اقل من 10 ايام ايام غياب بيكون ملتزم، غير كده هيبقى غير ملتزم. فاحنا حطينا شرط واحد وقدامه لو ما تحققش. لكن بالنسبة لاف المركبة هو انت تقدر تحط اكتر من شرط زي ما انت عايز. اسهل مثال نقدر نطبق عليه هي درجات بتاعة الكلية بالتقديرات بتاعتها. الشروط بتاعتنا اكبر من او يساوي 90 هياخد امتياز، 80 جيد جدا، 70 جيد، وهكذا. فاحنا هنا بالتدريب ده هنقدر ان احنا نطبق اف المركبه بكذا شرط. اول حاجه اتعلمناها في اي معادله بنعملها بندوس يساوي، وبعد كده اف، هنفتح البوكس بتاعنا. اول حاجه متعودين عليها اللي هي ايه؟ اللوجيكال تيست اللي هو ايه؟ الشرط بتاعنا. هنحط هنا هنقول لو القيمه دي اكبر من او يساوي 90 اللي هو اول شرط اللي هو بتاع الامتياز. طيب لو الشرط ده اتحقق value if true هنحط ايه؟ هنكتب امتياز. طيب في المعادلة البسيطة كنا بنكتب هنا لو ملتزم غير ملتزم ونقفل الايه؟ البوكس. لكن احنا عندنا هنا لسه في شروط تاني هنحطها. طيب نحط الشروط الباقية دي ازاي؟
اسهل طريقه تقدر تعمل بيها اف مركبه اللي انا هوريها لكم دلوقتي دي. هتيجي عند المستطيل الثالث وتتاكد ان انت واقف في المستطيل الثالث، وبعد كده تروح على اقصى الشيطه وناحيه الشمال، في هنا سهم صغير كده لما هتدوس عليه هتلاقي فيه معادلات ظاهره لك، من ضمنها هتلاقي معادله اف، بس لازم قبل ما تروح هنا تكون متاكد ان انت واقف في المستطيل الثالث، وهندوس على قاعده اف هيفتح لك اف جديده لكن داخل الاف اللي انت بداتها. يعني بص هو كده لسه قاعده اف جديده وانت هتعملها، لكن لو بصينا فوق في البار بتاع المعادله هتلاقي ان المعادله الاولانيه اللي انت عاملها موجوده ودي جنبها. تمام، هنكتب هنا تاني شرط اللي هو اكبر من او يساوي 80، اللي هو الخليه دي اللي هي H2 اكبر من او يساوي 80. النتيجه الفاليو اف ترو اللي هي هتبقى ايه؟ هتبقى جيد جدا. تمام، هنيجي للشرط الثالث اللي هو ايه؟ بتاع جيد. برضو هنعمل نفس الطريقه، هنتاكد ان احنا موجودين في المستطيل الثالث، وبعد كده نطلع فوق هنا اقصى الشمال هنلاقيها على طول، هي ممكن تكون ظاهره معاك اهو، وندوس عليها هتفتح لك قاعده اف جديده لكن داخل الاطار اللي انت عامله. تالت شرط اللي هو ايه؟ H2 لو H2 اكبر من او تساوي كام؟ 70، هيدينا ايه؟ جيد. تالت شرط برضه هنروح على F، هنقول له لو H2 اكبر من او يساوي كام؟ 50 اللي هي المقبول، يدينا مقبول. تمام كده. اخر حاجة بقى، اخر بند دلوقتي احنا قايلين في الشروط بتاعتنا اكبر من او يساوي 90 امتياز، 80 جيد جدا، 70 جيد، 50 مقبول. طيب اخر حاجة دي اللي هي اقل من 50 يقول لنا راسب. معنى كلمة راسب دي او اخر شرط في اي معادلة انت هتعمله في قاعدة اف المركبة، ما تعملش شرط، اكتب الناتج على طول. بمعنى ايه؟ ان لو انت عندك مثلا 6 بنود او 6 شروط، الشرط السادس حط النتيجة بتاعته على طول، يعني كلمة راسب دي ما تحطش الشرط. طب ليه هنعمل كده؟ لأن الطبيعي هنا في معادلة اف لو أخدتوا بالكم أهو، إحنا حاطين الشرط وجنبه النتيجة، حاطين الشرط وجنبه النتيجة، حاطين الشرط وجنبه النتيجة. معنى اللي أنت تحط له النتيجة على طول معناه إن هو أنت بتقول له إيه؟ لو كل الشروط اللي فاتت دي ما اتحققتش، تمام؟ يبقى أنت لو عندك 5 شروط، الشرط الخامس حط النتيجة بتاعته على طول، هنا النتيجة بتاعتنا إيه؟ راسب. تمام كده؟ يعني لو كل البنود دي ما اتحققتش خلاص اتدي له ايه؟ راسب، وندوس اوكي. هنيجي هنا نبص على النتيجه هنلاقي ال 87 اداله جيد جدا، هو فعلا اكبر من او يساوي 80 بس لسه ما حصلش ال 90. لو سحبنا المعادله بالطريقه اللي احنا اتعلمناها مع بعض هتلاقي 72 جيد اللي هو ما بين ال 70 وال 80. هتيجي هنا لل 47 هتلاقيه هو لا 90 ولا 80 و70 و50، فراح مدي له ايه؟ راسب، مع ان احنا ما عملناش الشرط بتاع راسب لكن احنا حطينا النتيجه على طول. 59 مقبول، 67 مقبول، وهكذا. 48 اقل من 50 اهو راسب جيد جدا، اهو حد جايب 91 اداله امتياز. يبقى الفرق الوحيد اللي ما بين اف المركبه واف البسيطه عدد الشروط. هنا واخدت بالكم هتلاقوا ان عدد الشروط كتير تقدر انت تزود فيه زي ما انت عايز.